جالسين مع صاحبة المصنع هاي فمعنا لا والله انها بريئة ما شاء الله. فاقول لك فيصل قبل كل شيء ترى وش فايدة فلتر زيت السيارة؟ هو الفلتر الهواء فلتر زيتي زي الأعضاء المكملة في جسم الإنسان زي الكلية ينقي ينظف من الشوائب. هذا شوف مقلد وهذا أصلي، هذا مقلد وهذا أصلي. أنا أجلس معهم مثل ورشة العمل في أي مكان أفهم الأصلي من المقلد. للأسف منتشرة في الخليج والعالم العربي، والمشكلة أنها أغلى من الأصلي لأنهم يتلاعبون في بلد المنشأ في ويأخذ اسم تجاري مشهور. مع الأسف شيء محزن. أنا أقول للتجار اللي يستوردون، يا أخي في آلاف المصانع، إحنا مثلا اليوم في مصنع كورنر، في آلاف المصانع حول العالم تنتج شيء أصلي وسعره طيب وتربح منها الملايين. سيبك من يضر الناس ويغش ويخرب سياراته. أهم مادة داخل الفلتر هي هذه المادة الكرتونية. هذه المادة الكرتونية هي الزبدة بالعربي. بوريكم بعد شوي قدرتها وتحملها داخل درجة غليان أكثر من 100 درجة مئوية. طبعاً بعد ما تم عمل درجة غليان أكثر من 100 درجة مئوية كانت هذه النتيجة. اللي بالنص هو الغير الأصلي، واللي بالحواف هو الأصلي. شوفوا كيف اللي بالنص طلع منه مواد غريبة. طبعاً هنا هذه أنواع الفلاتر السيارات الحديث. هنا تعرض الفلتر السيارة لضغط عالي جداً 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 ليتم اختبار قدرتها على التحمل. طبعاً زي ما انتم شايفين الآن المرحلة النهائية مرحلة التعليم، فقط تسوي تخريم الآن. أيوة بعدين عاد على طول يتم وضعها بهذه الطريقة وتصير جاهزة للبيع. طبعاً اللي كنا نصور لكم إياها قبل شوي هي فلاتر زيت السيارة، وهنا فلاتر الهواء للسيارة زي ما انتم شايفين اللي هي كورنر. طبعاً دائماً الشركات الأصلية واثقة من نفسها، تقول لك تعال شوف منتجي، زر مصنعي وشوف جودتي